واحد اثنين ثلاثة. اوكي، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم يا شباب جيت لكم بمقطع خرافي، مقطع تنتظرونه يا شباب. اليوم جبت لكم مقطع حرق بيوت المتابعين واهدائهم بيوت جديده. طبعا والله العظيم يا شباب فكره هي بوحدها جتني، وفكره جدا جدا عظيمه يا شباب وجدا ممتعه. فشباب مثل ما تشوفون هذا البيت اللي وراي الخشبي، بيت من المتابعين، راح نحرقهم ونبني لهم بيوت اجمل ونأثثها، وحبيبي والله نضبطهم يا شباب. اوكي يا شباب، هاي هي البدايه، راح نحرق هذا البيت يا شباب الاول. فيلا بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. ابلعوا طبعا يا شباب، كل شي راح ارجعه لهم وزايد. فيلا يلا ابلعوا. طبعا يا شباب هذا اخوي وياي بالفيديو، مثل ما تشوفون يا شباب هذا هو الاثاث اللي جوا، جدا قديم. احرق ابوي، احرق احرق، خلي نكسر بدينا بعد. اوكي يا شباب شوفوا البيت شنو صار بيه، خرابه خرابه. ابلعوا شباب، هسه زلنا البيت كله وبقينا بس الفرن. اوكي الفرن هم بعد كسره، وبقينا بس الصندوق، لان الصندوق بيه اشياء خاصه. فا اوكي يا شباب هسه راح نبني له بيت احلى واحسن. طبعا هذا يا شباب هذا مو بيت، هذا شلون المستودع او مخزن نقدر نسميه. فالبيت يا شباب راح نبنيه هنا. اوكي يا شباب مثل ما تشوفون هسه احنا سوينا التصميم مال الارضيه، مثل ما تشوفون مثلا هنا مثلا الحمام، هنا غرفة النوم، هنا المطبخ، اي شيء يا شباب. اوكي سوينا التصميم الاول، هسه خلينا نكمل ارتفاع البيت. اوكي يا شباب هسه مثل ما تشوفون كملنا السقف مالته، وخلينا اوكي تسكت، وخلينا هاي هي يا شباب اللي هنا راح نخلي الزجاج ونرتبها باشجار يا شباب. فاوكي يلا نكمل. اوكي يا شباب هسه مثل ما تشوفون خلينا هذا الخط الاخضر ورتبناه، مثل ما تشوفون هاي الدخوليه مالت البيت سويناها جدا حلو يا شباب. وطبعا هذا طابق اول، ان شاء الله راح نسوي طابقين. فيلا نكمل. اوكي يا شباب هسه جاي نبني له الطابق الثاني، مثل ما تشوفون هذا بيته صار روعة يا شباب المتابع. فهسه يا شباب جاي نبني له البيت الثاني، وان شاء الله ان شاء الله يا شباب يصير البيت ماله حلو ويعجبه، واذا ما عجبه يا شباب اعوضه بكل شيء يعني يا شباب، وحتى ابني له فيلا. يا شباب نكمل البناء. طبعا يا شباب اذا تريدون جزء ثاني من الحلقة حرق بيوت المتابعين واعطائهم بيوت جدد حبيب والله، كتبوا لنا بالتعليقات مثلا نزل جزء ثاني. اوكي يا شباب اوكي يا شباب مثل ما تشوفون يعني والله ما ادري يا شباب الشكل ما يطمن، مثل ما تشوفون اللي يقول محل مال الكبسة، بس ما ادري يا شباب ان شاء الله يطلع البيت حلو. بعد من فوق يا شباب والله ما ادري شلون راح اكمل، يعني ما اعرف الالوان اللي المفروض اني اخليها يا شباب، فراح نكمل باللون الاصفر وان شاء الله يطلع حلو. اوكي يا شباب مثل ما تشوفون كملنا السقف، وهسه خلي نروح نأثث ونحط الدرج. فاوكي يا شباب مثل ما تشوفون خلينا نار وسوينا الارضيه مالت المبنى. اوكي كفو، وهسه يا شباب لازم نخلي الدرج. اوكي يا شباب مثل ما تشوفون طبعا صديقي كاتب لكم ماين كرافت، حطوا لايك فلا تقصرون يا شباب بالفيديو. واو يا شباب شوفوا الطابق الثاني شنو صار، صار خرافي. الطابق الاول هم خليه نضبطه.
اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون طبعا البيت تقريبا صار جبه، شنو جبه؟ شبه جاهز. اوكي غلطنا يا شباب. اوكي سوينا الغرف، سوينا الدرج يا شباب، سوينا الطابق الثاني وحطينا الاساسات. فيا شباب طبعا اذا اقعد يعني اصور المقطع كله راح اتعب، فيا شباب هنا انا راح اسد التصوير واصور لكم من البيت يجهز. 1 2 3 اوكي يا شباب، هيك خلصت البناء مال البيت. 1 2 3 يا شباب، مثل ما تشوفون يا شباب البيت جدا روعة، مثل ما تشوفون يا شباب البيت جدا رهيب، شكله من برا اسطوري يا شباب. هلو زومبي هلو. اوكي من الداخل يا شباب عندنا هذا المنظر الخرافي يا شباب، اول ما تفتح عينك راح يجيك هيك منظر يا شباب، وفراش الصورة تخبل يا شباب. حطيت له سكين دروع جدا قوي يا شباب، وهاي هنا التكتيكات يا شباب. هنا هنا أنا الحمام. اوكي مثلا هيك نجي بك بك ونضغط الدقمة راح تصير، ومثلا مثلا خلص الماء يقدر ياخذ منه انا. وعندنا هنا طبعا اذا الولد حاب يشتغل حداد يقدر هنا أنا يجي. وهذا الطابق الثاني، احلى شيء الطابق الثاني يا شباب، عندكم هنا أنا الغرفة. واو يا شباب الغرفة اسطورية، عندكم هاي هنا الصورة مالت الغروب الشقشق وشباك، وحاط لكم يا شباب هنا مثل الكتاب مكتوب بيه سلام عليكم، طبعا هو ولدي غيره. هنا انا حطيت له صندوق. فا اوكي يا شباب وهم وردة. نشوف المكتبة، المكتبة يا شباب المكتبة اسطورية، حطيت له 2 دايموند وصورتين من انا حلوات. واحلى شي يا شباب بالمكتبة هذني الاضوية من نازلات على ذن الكتب، احلى شي هاي يا شباب. وهنا هم يا شباب خليت شنو خليت لكم؟ خليت للمتابع رفوف حتى يخلي غراضه مثل ما تشوفون. هلا وهنا انا ميز طعام اذا مثلا حب ياكل، يطل على نافذه من المنظر الطبيعي. وهنا يا شباب مثلا اذا اجى شخص راد يباوع لك وانت بالحمام، خليت لك هذني الحبيب والله ما يخلينا يشوف، بس انت تقدر تشوفه. فاوكي يا شباب هيك وصلنا نهاية المقطع، لا تنسون اللايك وتشتركون بالقناة وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد. وقبل لا انهي المقطع يا شباب اتمنى منكم تدعموني وهذا المقطع نوصل 10 لايك، لان جدا جدا تعبني يا شباب بالساعتين او 3 ساعات انا اصور بيه، فالمونتاج راح يكون بالايام حبيب والله يا شباب. يب مع السلامة. ممكن لايك، ممكن لايك وبعد سبسكرايب حتى تفرحني وتخليني انزل مقاطع اكثر.